أزول رجاء من أعضاء اللجنة التنظيمية أنهم يرفعوا أسكواس غودان، أسكواس مباركي، أسكواس لهنا دوفولكي. اليوم جينا نحتفلوا بالسنة الأمازيغية هنا قدام البرلمان، كما كنحتفلوا ديما منذ سنوات. كما كيحتفلوا الأمازيغ في المغرب من طنجة للقويرة والدول ديال شمال إفريقيا كلهم كيحتفلوا بالسنة الأمازيغية. اليوم جينا نحتفلوا قدام البرلمان هذه السنة هذه اللي التقويم الامازيغي 1974 اللي عنده طعم خاص، طعم ديال الترصيم. هذه السنوات كلها كنا كنحتفلوا ولكن السنه الامازيغيه ما كانش مرسمه. دابا حنا كنحتفلوا هذا العام هذا 1974 يعني في اول السنوات ديال 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 الترصيم ديال الامازيغيه. وبالنسبه للاحتفالات ديال السنه الامازيغيه هي احتفالات متجذره في الثقافة الأمازيغية منذ آلاف السنين. وكنطلبوا من جميع الأمازيغ ديال المغرب ومن جميع المغاربة، حيت هذا الاحتفال هذا ديال جميع المغاربة من طنجة حتى للقويرة، كنطالبوا منهم يحتفلوا بهذه السنة هذه ويعطيوها واحد القيمة كبيرة، لأنها عندها العلاقة بالهوية العريقة ديال الشعب المغربي. هذا الاحتفال هذا كنديروا فيه الاطباق اللي هي عباره عن اكولات بحال اركمن، بحال بركوكس، بحال تاكولا، لان الاساس ديال هذا الاحتفالات هادو الامازيغ جدودنا لاوائل منذ الاف السنين كانوا كيحتفلوا يعني بالارض، الارتباط ديالهم بالارض، يعني كانوا كيحتفلوا بالخيرات ديال الارض، بالاضافه الى طقوس فنيه، فروق فنيه، فرق فولكلوريه كأحواش وكمجموعات فنيه أمازيغيه. نظرنا لطوال العقود باش تكون هاد السنه ولا هاد اليوم العظيم يكون عطله رسميه ويتم الاعتراف بها رسميا، ونشكر جلالة الملك على الاستجابه لمطالب الشعب والمطالب الشعبيه على اعتماد هذا اليوم كعطله رسميه. هاد الشيء كيفرحنا بزاف وجينا نحتفلوا وكلنا فرح وكلنا امل في المغرب انه تصالح ويتصالح مع ذاته ومع تاريخه العريق، وهذه الاعتراف هو امتداد يعني للتاريخ الامازيغي، انه التاريخ للتاريخ المغربي انه تاريخ عريق جدا، وللهويه المغربيه انها هويه عريقه. وشكرا. اليوم كنحتفلوا براسنا الامازيغيه اللي كنشكروا في هذا المنبر السيد جلاله الملك محمد السادس على ترسيخه وترسيمه لهذه السنه الفنيه الامازيغيه. أرون تينيغا أسبكوس أمباركي أسبكوس غودان أسبكوس فلوجان إكل مزيغ نومادال سدو السيد لهنا تيغزي وسان أسا إختنا ربي يمس نربط يمس العاصمة نرى نحتفل لكل مزيغ السنة دي كان 1974 النهار اللي كان استوهمان رد اللي انت الأكلات النخ تقليدية غيكونوا الأطباق التقليدية منها كوسكوس والعصيدة وبالأنواع ديالها، وكتمر مجموعه من يعني غيكون مجموعه من فقرات احواش يعني الموسيقى الفنيه الامازيغيه. فمرحبا بكم وشكرا لكم على التغطيه. سكوس مباركي، انا اتمنى الكل تسلم في الحباب النار مزيغن ينا غلان او مزيرت ولا برانت. كل عام كنجي ولاد لهذا الاحتفال كيكون حدا البرلمان كنحتفلوا به، كنديروا الحصيده كناكلوها كياكلوها الشلوح كاملين كنحتفلوا به، هاي كنحتفلوا كاملين. هذه التشكيله السماء قدام البرلمان كتجيو باش نحتفلوا بهذه المناسبه العظيمه والعزيزه والعزيزه على جميع المغاربه. الاحتفالات اللي تيوقعوا هنا وهي واحد التظاهره كدار مره في كل سنه في يناير 12 13 14 يناير. هذه ذكرى ديال السنة الأمازيغية، وتحية الأمازيغ العالم وجميع المغاربة.